ماشي. يوتيوب بريميوم هو يوتيوب بدون إعلانات، وتطبيق يوتيوب ميوزك معا، جرب لشهر واحد مجانا. أنا طبعا مش فاكرة النص قوي. تمام، احنا بس كنا عايزين نسمع الصوت. في واحد تاني كان مثلا إن الاشتراك في تطبيق الفيديوهات وتطبيق الموسيقى وتطبيق اللياقة مكلف حقا، فلماذا لا تحصل على يوتيوب بريميوم؟ الأمر يشبه حصولك على جميع هذه الاشتراكات إضافة إلى عالم يوتيوب بأكمله بدون انقطاع. محفظتك سوف تشكرك إذا كان بإمكانها الكلام. يوتيوب بريميوم. أيوة أنا بسمعكوا دايما. أيوة أنا عارفكوا. هو أنت. أيوة يعني يا رب ما تكونوش بتزهقتوا مني وتعملوا سكيب سكيب سكيب. أنا بعمل سكيب للأسف. لا ما هو في 5 ثواني مش عارف تعمل سكيب. ايوه صح، انا كده المفروض خلاص. لا بس مروه قولي كده، هل حسيتي انه المفروض يكون فيك حاجات معينه عشان تقدري تبقي فويس اوفر، ولا اي حد عنده الخامه الصوتيه ومخارج الفاظه كويسه يقدر ان هو يبقى فويس اوفر؟ ده سؤال حلو. كتير من الناس بتبقى متخيله ان الفويس اوفر ان انا بعرف اقلد شخصيات معينه او بعرف اعمل اصوات معينه او بلعب بصوتي بشكل معين، لكن في الحقيقه هو بيعتمد على ان يكون عندك خامه صوتيه زي ما انت قلتي كويسه، وان يكون عندك مخارج الالفاظ مظبوطه، اللغه مظبوطه، وبعد كده الحاجات التانيه كلها بتيجي بالتدريب. وفي جزء كبير قوي بتحتاج ان انت تتعلميه هو جزء البيزنس نفسه، ازاي تديري بيزنس بهذا الشكل، لانه مش حاجه متعرف عليها ومش حاجه شهيره قوي. فالموضوع بيبقى محتاج شويه تعلم في البدايه. وقصه بقى اللي هو مش عارفه لو عملت اعلان 29 ثانيه. ايوه الثواني وده اللي كان ممتع في الحمله بتاعت يوتيوب بريميوم، انه كانت الثواني كانت مختلفه، فكنا شغالين مثلا حاجات 6 ثواني، حاجات 29 ثانيه، حاجات 15 ثانيه وهكذا. والسكريبتات بقى في السكريبتات كانت لذيذه جدا، لكن احيانا بتبقى محكوم بالوقت طبعا. يعني مثلا مضغوطه ان انت لازم تخلص ده في ال 29 ثانيه، فلو لعبت شويه هتطلع منك. صح. يعني مثلا هتلاقي في ومش عارفه ايه، دي كنا ممكن نلعب بيها ولعبنا بيها فعلا، بعدين الاعلان طول مننا، فاحنا كنا في لايف سيشن كان معانا ناس من بره، فقعدوا يقولوا لي ايه لا طب هنضطر ان احنا نقصر علشان الوقت. نشيلنا بعض الكلمات من بعض السكريبتات علشان السكريبت يظبط مع الزمن. فكانت جيم لذيذه وحاجه فيري فاني. طيب لو عايز اتكلم معاكي عن تعاونك مع الصندوق العالمي، ونتعرف برضو يعني الفرصه دي جت ازاي، ونتعرف اكتر على حته المنظمه كلها بصفه عامه. الصندوق العالمي هو صندوق عامله بيل جيتس وكوفي عنان وميليندا جيتس، كان معمول اساسا علشان مكافحه داء السل والملاريا والايدز. فهم كانوا عاملين حمله اسمها اي سبيك اوت ناو، او انا اتحدث جهرا الان. والحملة دي كانت بتتكلم عن الفساد اللي ممكن يحصل جوه الصندوق العالمي، وازاي يتم مواجهة هذا الفساد، سواء كان بقى مثلا احتيال، او اللي هو الحاجات اللي بتبقى فيها مناقصات والاسناد المناقصات، اذا كان في تحرش، اذا كان في واتس ايفر. ماشي. فازاي الناس تتعامل مع هذا الموضوع وازاي تبلغ عنه كده. فانا كنت الصوت العربي اللي اختاروه للحملة دي، اشتغلناها تقريبا عن 8 اجزاء كنا بنتكلم فيها عن الموضوع ده. حلوة. طيب